قال لي المهم طريق الحرام ما نمشيش فيها. عبد اللطيف الحلم تاعو صغير انه يدير بوتيكه صغيره يدير فيها بي اس بي اكس بوكس حاجه تاع العاب باش يقدر يعيش منها ويوكل منها يماه اخو صغير. نشوفوا عبد اللطيف شاف شهرزاد، يلا عطيونا نشوفوا عبد اللطيف. قلت صايب، قلت يعني ما عنديش مستقبل وقاعد من صايب غادي نقعد كيما هكا نخدم على صحاب الدار، ما كانش حاجه هكا اورونتيني اون بليس ما كانش معايا الاب تاعي، ما كانش واحد كبير عليك اورونت. كون جا عندي واحد كون جا عندي الاب تاعي معايا كون راني بيا كراني دركا راني غايه. وش اللي كان حيفرق كون كان باباك معك؟ اه وش الحاجه اللي كانت راح تكون الاب تفعل؟ هو اللي دافع عليك، هو اللي يوريك وش جاز عليه باش ما يخليكش تفوت، باش ما يخليكش تفوت على هذيك المرحله وتنشمت. اون كادري كيما نقولوا حنايا. والد تاعك وين راه عبد الله؟ عايش معانا ترمشي هنا سامع، عايش معنا في الدار. علاش ما كاين كاين بزاف لاباس به؟ هو الحمد لله عايش غاية. وانا ما عاونتكمش باش نتوما تاني تعيشوا غاية. ما واش باش يعاوننا؟ هو عايش لاباس به. اه عايش لاباس به بصح باش يعاوننا. ما شوفوش انا من بعد واحد من الناس ما شوفوش من خمس شهور. تحبوا عبد اللطيف؟ براسك كون جا كاين نبغيه، ما جاش كاين ما كيما جاش كاين كفول ما بلاش كاع في حياتي. عندك حقد عليه؟ انا ما عندي حتى حقد عليه وربي يخلصه. بس ما عندك حقد عليه؟ ربي يخلصه. كي تشوفه واش تحس كي تلاقى بيه؟ ها؟ الكبير شايف قبالي في حل صغير جايب الرزاق مجبين حلالي خوتي محال مفرط في قوت ماي أمانة ربي ديما قدام. الحاجة اللي متمنيها دوكا في هذه اللحظة نحط وجهي في وجه بابات عبد اللطيف، نقول له هذا الطفل اللي انت سمحت فيه ورميته وما عطيتوش اسمك وما قمتش بيه وخليته يحارب الدنيا وتلاقى به يوميا وتشوفه قدامك وتشوفه يبيع في الحشيش والمعدنوس من هو في عمره 14-15 سنة، سمح في قرايته سمح في كل شيء، كي تشوفه وش تحس؟ كي راك تسمع فيه يهدر وش راك تحس؟ انت لو كان تكون راجل، كي نقولوا كلمة راجل راجل، ما تسمحش في وليدك، ما تخليش وليدك مرمي، ما نحكيلكش على مرتك، نحكيلك على ولادك، كيفاش تقول أنت راجل وتشوف وليدك يعاني هذه المعاناة ومع ذلك أعطاك درس، أعطاك درس في الأخلاق، أعطاك درس في التربية، أعطاك درس في الأدب، أعطاك درس في صلة الرحم، كلمة عيانة ما هدرهاش عليك، ما قدرش يهدر عليك كلام عيان، وليدك خرج مربي بلا ما تربيه أنت. والله هذا واش نقدر نقول لك، تفضلي شاف.